Hello guys, hello everyone. Today we'll talk about action verbs. النهاردة هنتكلم عن أفعال الحركة باللغة الإنجليزية أو الأفعال اللي لما بتعملها لازم بتتحرك فيها عشان تعمل الأفعال دي باللغة الإنجليزية. تعال نشوف الأفعال ونقرأها وننطقها. Walk يمشي Run يجري laugh يضحك crawl يزحف cry يبكي push يدفع pull يسحب listen يستمع sing يغني read يقرأ stand up قف sit down اجلس think يفكر smile يبتسم dance يرقص cook يطبخ eat يأكل do exercise يمارس تمارين رياضية watch يشاهد through يلقي أو يرمي drink يشرب study يذاكر work يعمل دي باللغة الإنجليزية. تعال نشوف الأفعال ونقرأها وننطقها. walk يمشي run يجري laugh يضحك crawl يزحف cry يبكي push يدفع pull يسحب listen يستمع sing يغني read يقرأ stand up قف sit down اجلس think يفكر smile يبتسم dance يرقص cook يطبخ eat يأكل do exercise يمارس تمارين رياضية watch يشاهد through يلقي أو يرمي drink يشرب study يذاكر work يعمل.